مين معانا؟ الأستاذة أماني. ألو. أهلا وسهلا. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته. السلام عليكم أستاذ محمود، إزي أهلا حضرتك؟ بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. أنا عندي مشكلة ويا ريت ألاقي لها حل في برنامج حضرتك إن شاء يا الله. يا رب يا رب. أنا والدة الطالب خالد سعيد محمد عبد الفتاح. خالد سعيد محمد عبد الفتاح، كويس. أه، إحنا واخدين حكم إداري من الإدارية العليا بالتحاق ابني كلية الشرطة هو و65 طالب من زملائه. والكلية ترفض تنفيذ الحكم. لا قولي لي هو اتفضل. خالد ايه مشكلته؟ احنا واخدين حكم ادارية عليا بدخوله كلية الشرطة هو و65 طالب برضو معهم احكام، والكلية ترفض تنفيذ الحكم. واخدين حكم لخالد و65 طالب، ايوة، ان هم يخشوا كلية الشرطة السنة دي، والكلية ترفض تنفيذ الحكم مع انهم يعني نفذوا خمس احكام يعني فقط. ليه خدتوا حكم يعني؟ ليه ما الطلبة بتخش؟ كنا رافعين قضية وكسبناها. قضية على ايه؟ على كلية الشرطة وكسبناها. ليه هم مش بيمتحنوا بيخشوا في الامتحان زي الورقة؟ بيخشوا الامتحان وحصلت مشاكل ولما رفعنا قضية كسبناها عشان احنا اتظلمنا. وال 65 طالب دول ما دخلوش؟ خمسة بس منهم اللي دخلوا السنة دي، من ضمنهم ابن اللواء أحمد عبد الجواد اللي هو سابق في الأمن الوطني. اللواء خمسة إيه؟ خمسة فقط. اللواء أحمد عبد الجواد ماله؟ ابنه دخل، الخمسة بس هم اللي دخلوا بس، نفذوا لهم الأحكام بتاعتهم. اللواء أحمد عبد الجواد يعمل حاليا في الشرطة؟ من ضمنهم؟ لا، هو لواء سابق في الأمن الوطني. كان لواء سابق في الأمن الوطني. اشمعنى الخمسة يعني خدهم الستين 65 دول كانوا رافعين قضية. كسبوهم السنة دي. خدوا منهم خمسة بس؟ خمسة بس من ضمنهم ابن اللواء أحمد عبد الجواد. خدوهم يعني على أي أساس؟ ما أعرفش على أي أساس. وبعدين رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كذا مرة قال إن دي دولة قانون، وأكد على احترام القضاء. واللواء عمرو الأعصر في كذا برنامج أكد على احترام القضاء واحترام القانون. فين طيب بقى حضرتك؟ هسألك سؤال تاني القضاء يا أستاذة. هم ال 65 دول ليهم يعني ترتيب مثلا؟ يعني ممكن تكون الكلية مش محتاجة غير خمسة فخارج الخمسة الأوائل؟ لا، احنا معانا أحكام قضائية عليا، دي مالهاش علاقة بالموضوع. طيب ال 65 دول متساويين في كل شيء؟ احنا معانا أحكام نهائية بدخول الكلية، يعني القاضي شاف إن دول من حقهم دخول الكلية. هم أصلا استبعدوهم ليه يا أستاذة؟ ده من سنتين، من 2012 2013. استبعدوهم ليه يعني؟ طلعوهم ليه من هم؟ لا، ده كان موضوع مش عارفه خاص المحامي بتاعنا، يعني اضرب المواضيع دي، وهو عارف ان احنا لما كسبنا القضيه لينا حق فيه، وهم عارفين الموضوع ده، بس ليه رفضوا تنفيذ الاحكام مع انهم نفذوا خمس احكام بس؟ هو كل طالب واخد حكم لوحده؟ كل طالب واخد حكم لوحده. وانت متاكده ان مفيش تميز بين الخمسه والستين؟ مفيش، لا، لان دي احكام قضائيه. القاضي شايف ان الطلبه دول ليهم حق في الدخول وهم اتظلموا. يعني لو القاضي مش شايف، ما في احكام كتير ما كسبتش القضيه بتاعتها ناس كتير. طب انت تتحدثي عن سنتين مروا وخالد راح فين؟ خالد فين؟ لا، الولاد دلوقتي، انا في ابني خد الليسانس السنه دي، وفي اولاد برضو خلصوا جامعتهم، وفي اولاد لسه في كليتهم لسه. وانتم مستعدين تدخلوه كليه شرطه من الاول؟ والله هو رغبته كده. انا ما اقدرش. وبعدين الرئيس ناشئ قال كتير احترام احكام القضاء. طب فين احترام احكام القضاء؟ طيب ليه ما رفعتوش قضيه على كليه الشرطه انها ما نفذتش؟ ما هي دي القضيه. لا، احنا قمنا رفع جنحه مباشره، احنا عملنا جنحه مباشره حضرتك. لا، في قضيه تانية بقى. ايه؟ ان هي ما نفذتش حكم القضاء. ما هي دي الجنحه المباشره اللي احنا عملناها. وايه نتيجتها؟ لسه ان شاء الله الشهر ده الجنحه المباشره، وكذا طالب عملوا جنحه مباشره. متهيألي كل الطلبه عملوا جنحه مباشره. ايوه، هي دي فعلا القضيه اللي بتتخذ، اذا لم ينفذ الحكم بنقوم برفع جنحه مباشره على الوزير شخصيا وعلى رئيس الاكاديميه. احنا قمنا برفع جنحه مباشره، على ان احنا بعتنا لهم يا استاذ محمود التماس وتظلم، ما ردوش علينا وطلبوا الطلاب فعلا، وعملوا لهم كشوفات مالهاش اي لازمه. الطلاب دول معاهم حكم قضائي، يعني الكشوفات دي كلها كلام فارغ. طيب. وملهاش اي لازمه. أنا بناشد حضرتك من برنامج حضرتك توصيل صوتي لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية باحترام أحكام القضاء وتنفيذ الأحكام، عشان الخمسة اللي دخلوا مش أحسن من الستين طالب اللي بره، وإلا يبقى في واسطة ومفيش حاجة اتغيرت في البلد، وإحنا هنكمل قضيتنا للآخر. طيب يا أستاذ أنا بشكرك جدا. طيب يعني واضح إن اللي إحنا بنعمله ده حاجة كويسة،
لانها تكشف عورات كثيره. يعني بتكشف عورات كثيره، في هنا عوره وفي هنا عوره وفي هنا عوره وفي هنا عوره وفي هنا عوره. العورات كلها بيجمعها حاجه واحده اسمها الفساد، اسمها المحسوبيات. بتؤدي الى نتيجه واحده، ان المواطن يحس بالقهر ويحس بالظلم. وما اعتقدش ان في مسؤول في مصر، انا بظني انه او اغلب على الاقل المسؤولين مش عايزين يقهروا المواطن لانه مش في مصلحتهم، لكن بيسيبوا ناس تانية تكرهه وتقهره، والسكوت يبقى شيطان اخرس. اللي يسكت يبقى شيطان اخرس. فاحنا ان شاء الله ما يبقاش عندنا شياطين، يعني نحاول نصرفهم باي طريقه. صباح الخير.